السلام عليكم، نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الأسد يلتقي وزير الدفاع الروسي، والحديث يتناول التعاون بين الجيشين السوري والروسي وخاصة في مكافحة الإرهاب. بناء على رغبة الأهالي، افتتاح مركز تسوية جديد في دير حافر بريف حلب، إضافة إلى مركز مسكن للتسوية. وحول الأزمة الأوكرانية، الدفاع الروسية تعلن بدء عودة قواتها إلى قواعدها في المنطقتين الجنوبية والغربية مع انتهاء التدريبات. التقى الرئيس بشار الأسد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الذي يزور سوريا على رأس وفد عسكري رفيع، حيث أطلع الوزير شويغو الرئيس الأسد على سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقا من ميناء طرطوس. وتناول الحديث التعاون القائم بين الجيشين الروسي والسوري وخاصة في موضوع مكافحة الإرهاب. وجدد الوزير شويغو التأكيد على أن بلاده ستستمر في التعاون مع سوريا في هذا المجال حتى استعادة سيادتها على كل أراضيها، على الرغم من محاولات الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية إعادة تنشيطها بعد الخسائر التي لحقت بهذه التنظيمات. وستواصل مساعدة الشعب السوري على تجاوز آثار العقوبات والحصار الجائر المفروض عليه. استشهد جندي وجرح 11 آخرون بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون ضمن حافلة مبيت عسكرية بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق. وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 7:25 من الصباح الثلاثاء انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين. نظمت اللجنة المختصة بالتسوية اجتماعا مع الوجهاء وممثلي العشائر في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، تمهيدا لافتتاح مركز تسوية جديد في دير حافر بعد افتتاح مركز مسكنة منذ نحو أسبوعين. تشمل التسوية كافة التجمعات السكانية والديموغرافية في ريف المحافظة. طبعا نحن بعد النجاح المحطة الأولى اللي كانت منارة وبوابة مهمة من بوابات العودة إلى الوطن والتسويات والمصالحات في منطقة مسكنة الواقعة في أقصى ريف الشرقي، انتقلنا قليلا باتجاه المدينة في منطقة دير حافر اللي هي لنراكم على ما تم إنجازه في مسكنة ونطور عملنا، نتوسع أفقيا أيضا وشاقوليا من حيث التسوية. حقيقة كان اجتماع كتير بناء، وكان في تبادل بالآراء، وكان صراحة كل ما يخص بما يخص إنه العودة لحضن الوطن. وطبعا نحن نتمنى من الجميع الخارج القطر والداخل القطر العودة إلى حضن الوطن. ندعو كل الناس اللي برات سوريا الدخول إلى حضن الوطن والرجوع إلى بيوتهم ونازلهم ليعيشوا عيشة كريمة، والدولة فاتحة مجال لكل الناس ومقدمة كل التسهيلات. نريد منكم اليوم الاستنهاض الهمم والاستيقاظ الصادق. سوريا تريد منكم كلمة العودة، العودة لها فيها تحكي وتقول سوريا الإباء، سوريا الشموخ، سوريا العزة، سوريا الشهادة، سوريا النصر. هذه المكرمة العظيمة نقدرها جدا، وندعو جميع أبناء سوريا ممن غرر بهم ولم تطلق أيديهم بالدماء ومن تخلف عن خدمته الإلزامية والاحتياطية في العودة إلى سوريا وتسوية أوضاعهم. فتح مركز مصالحة في دير حافر بالتساوي مع جميع المناطق في مسكنة وفي جميع المناطق في الجمهورية العربية السورية، وهذا تشجيع على عودة أبناء الوطن إلى قراهم وأراضيهم وتسوية أوضاعهم من مدنيين وعسكريين. وصلت قاذفات روسية إلى مطار حميميم في اللاذقية مزودة بصواريخ خنجر فرط صوتية. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات ميك 31 وقاذفات تو 22 وصلت إلى القاعدة للمشاركة في التمرين البحري للتجمع المشترك بين أساطيل البحرية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط.
وتأتي المهام الروسية في وقت تتواجد فيه مجموعة حاملات طائرات تابعة للناتو في البحر المتوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات هاري ترومان الأمريكية، وحاملة الطائرات شارل ديغور الفرنسية، وحاملة الطائرات كونت إيدي كافور التابعة للبحرية الإيطالية، مع مجموعة سفن دعم ومدمرات. وتزيد سرعة الصاروخ الخنجر على 5 ماك، وبفضل هذه السرعة الهائلة فهو يستطيع أن يتخطى ببساطة جميع وسائط الدفاع الجوي الموجودة في حوزة حلف الأطلسي، ويحمل 1000 كيلوغرام من المتفجرات، ويستطيع أن يدمر منشأة محصنة بالخرسان المسلح تحت الأرض ببعد أكثر من 10 أمتار، كما يمكنه أن يدمر هدفا يبعد عن مكان إطلاقه 2000 كيلومتر. استشهد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال غرب رام الله بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفاء أن الشاب نهاد أمين البرغوثي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية النبي صالح، وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بتعيين الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا بوزارة الدفاع، في حين سقط قتيلان خلال المظاهرات التي دعت إليها لجان المقاومة والقوى المناهضة للمجلس العسكري. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة إغلاق موضوع انضمام أوكرانيا للناتو بأسرع وقت وضمن عملية تفاوضية وبطرق سلمية، مشيرا إلى أن بلاده لا تريد اندلاع حرب في أوروبا. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز إن معظم الردود الغربية على هذه المقترحات الروسية كانت غير مناسبة لتوقعات موسكو، وإنما تحتوي على بنود بإمكان الجانب الروسي مناقشتها، مؤكدا أن بلاده تصر على أن يتم البت بإغلاق موضوع انضمام أوكرانيا إلى الناتو اليوم وليس في المستقبل. ولفت بوتين إلى أن روسيا سمعت الكثير منذ 30 عاما حول أن الناتو لن يتمدد يوما باتجاه الحدود الروسية، أما اليوم فنرى أن البنى التحتية للناتو قرب بيتنا. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية ستعود إلى نقاط التمركز الدائم بعد انتهاء التدريبات. وأفاد المتحدث العسكري الروسي في بيان أن وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية والمنطقة العسكرية الغربية بدأت عمليات التحميل على المركبات. وبهذا الشأن قال بيان وزارة الدفاع الروسية: بمجرد الانتهاء من أنشطة التدريب القتالي ستقوم القوات كما هو الحال دائما بالمسير بطريقة مشتركة إلى نقاط التمركز الدائم. وأضاف البيان أن الوحدات ستبدأ الانتقال إلى حامياتها العسكرية، في حين ستسير أرتال لوحدات منفصلة إلى قواعدها بوسائلها الخاصة. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن الناتو يشعر ببعض التفاؤل فيما يتعلق بالإشارات الواردة من موسكو التي تفيد أن الجهود الدبلوماسية حول أوكرانيا ستستمر. إن الناتو يشعر ببعض التفاؤل فيما يتعلق بالإشارات الواردة من موسكو التي تفيد بأن الجهود الدبلوماسية حول أوكرانيا ستستمر، لكن الحلف لا يرى حتى الآن مؤشرات حقيقية على تهدئة التوترات حول أوكرانيا. وزراء دفاع دول الناتو سيناقشون في يومي 16 و17 من فبراير قضايا تعزيز الدفاع مع وزيري الدفاع في جورجيا وأوكرانيا. الناتو مستعد لعقد سلسلة من الاجتماعات مع روسيا الاتحادية حول أوكرانيا ومراقبة التسلح. تذكير بالعناوين: الرئيس الأسد يلتقي وزير الدفاع الروسي، والحديث يتناول التعاون بين الجيشين الروسي والسوري وخاصة في مكافحة الإرهاب.
بناء على رغبة الأهالي افتتاح مركز تسوية جديد في دير حافر بريف حلب إضافة إلى مركز مسكنه. وحول الأزمة الأوكرانية، الدفاع الروسية تعلن بدء عودة قواتها إلى قواعدها في المنطقتين الجنوبية والغربية مع انتهاء التدريبات. إلى اللقاء.